السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بضاعه جديده، طبعا بضاعه سوبر كريمه سنغافوري مغسوله جاهزه. اخوان هاي البضاعه سنغافوري، هذا مو باله اوروبي، مو اي شخص ادز له يخابرني يقول لي هذا سنغافوري. اخوان اي فيديو اني انشره اذكر بيه بانه بضاعه سنغافوري، تمام؟ عيني بضاعه سنغافوري مغسوله جاهزه، فقط تعرضها بالمحل. سعر القطعه 9000 دينار، قطع ما ملبوسه، قطع جديدة، تمام عيوني؟ وهاي الشلفان الشليف ب270,000، 30 قطعة، قياسات كبيرة، من قياس 40 لحد قياس 45 متوفر. باوع لي نظافة القطع اخوان. هاي نظافة القطع، لا مضروب لا تعبان، تجي هنا انت بنفسك تقلب الشليف. هذا الشليف تجي هنا تقلبه. أي قطعة مضروبة، أي قطعة تعبانة تطلع من الشليف. تمام عيني؟ بالي نظافة القطع، هذا فقط ب9000 دينار القطعة. تفتح مشروعك تعرضهن بالمحل، القطعة عليك ب9، مغسول جاهز، لا تتعب ولا تغسل. هاي البضاعة شوف عيني، هاي نظافتهن فقط ب9000 دينار. تجي هنا انت تقلب الشليف بنفسك، تلقى قطعة مضروبة طلعها، قطعة تعبانة طلعها. تمام عيني؟ الرقم موجود قدامكم بواتساب، خابروني بيكم خير وتدللوا. وهاي بعد الكمية متوفرة خير من الله موجودة. باعوا لي القطع أغلبها ما ملبوس، قياسات كبيرة، باوع كل الألوان كل الموديلات موجودة. هاي القطع طبعا اخوان، تفاصيل الشغل أنا أستلم فلوس، تحول لي فلوس على الماستر كارد، يلا أدز لك البضاعة، او تجيني انت بنفسك مكان ياربيل سوق البالة شارع 100، تمام عيني؟ ما ادز لاي شخص بدون فلوس، تحول لي فلوس على الماستر تدلل، ادز لك بضاعة، ادز لك بشرط لا مضروب ولا تعبان يجيك، ادز لك هنا على الشركة، شركة توصيل تجيب لك هي الباب بيتك ب9000 دينار. تمام عيني؟ واللي ما عنده ثقة يقول ما أحول واني ما أعرفكم، خلي يجينا على أربيل، مكاننا أربيل سوق البالة قريب على مخزن هوار، مكاننا معروف والحمد لله والشكر، الناس تعرفنا، بس اكو بعد بعض من الناس ما يعرفنا، ما عنده ثقة بعد أو جديد على الشغلة، يقول لك أنا أخاف أحول. تعال بيك خير وتدلل. هاي القطع ب9000 دينار بس، تمام عيني؟ كمية موجودة خير من الله، شقد ما تريد موجود. هاي تقريبا 10 شلفان، 20 شليف العفو، هنا موجودة بضاعة، هنا موجودة، هنا موجودة بضاعة، كلها سوبر كريمة، تجي بنفسك تقلب الشليف، إذا مو كلها قطع هيجي لا تقبل. هذا ب9000 دينار بس يجيك. باوع لنظافة القطع، باوع عيني باوع. شوف من يبيع هيجي قطع وب9000 دينار؟ اكو هواي بيجات ترى يبيعون على 7 على 8، 7.5، بس مو هيك قطع. شوف انطيك نظافه 100%، لا مضروب لا تعبان لا مجلوخ، كل شيء ما بي، فقط ب9000 دينار. تجي تقلب الشليف بنفسك مثل ما هسه فتحنا الشليف هذا، تمام عيني؟ واللي يريد يراسلني على الواتساب، الرقم موجود قدامكم. ومره ثانيه هم اريد انبه، اللي يريد البضاعه يحول لي فلوس على ماستر كارد، واللي ما يريد يحول ما عنده ثقة يجيني على أربيل، مكان أربيل سوق البالة، ما أطلع قطعة واحدة من المخزن إذا ما أستلم فلوس. والسلام عليكم.